بيقولوا عندنا في مصر الكذب خيبة، وانا بصراحة ما كنتش لاقي عنوان مناسب للحلقة دي، اجيبها يمين اجيبها شمال مش عارف اظبطها. هتسألني ليه؟ اقولك عشان جاي اتكلم على الواد رودريجو، رجل الفم حاجة، مهاجم ريال مدريد الحريف اللي بيلعبوه جناح، وفرود البرازيل المنتظر اللي لسه ما حققش معاهم اي حاجة. رودريجو دايما بيفكرني بالست أصالة، مش لانه شبهها ولا حاجة، ما توديناش في ده يا ابو الصحاب، ولكن لان افضل وصف ليه هو نص حالة، زي ما غنت أصالة بالظبط. اوقات تحس ان هو نجم كبير وقادر يحسم ماتشات مهمة، واوقات تانية ممكن تسقطه من حساباتك اساسا، واوقات تالتة بقى تحس ان هو مش واخد حقه زي الجندي المجهول. وغريب اصلا ان لقب الجندي المجهول ده يرتبط بمهاجم هداف، لانه دايما بيكون من نصيب المدافع او لعيب وسط الملعب اللي بيطلع عينه في الجري والتخبيط وقطع الكرات، بس مش بيكون صاحب اللقطة الاخيرة زي المهاجم اللي بيخلص قدام الجون. واللي زاد وغطى بقى هو ان رودريجو طلع من قائمة المرشحين للبالون دور السنة دي. القائمة دي ما فيهاش لعيب ولا اتنين ولا تلاتة، ده بالصلاة على حضرة النبي كده فيها 30 لعيب، ملقاش الغلبان لنفسه مكان وسط كل دول. وجايز الوضع ده يتكرر تاني، خصوصا مع وجود لعيبة بتخطف منه الأضواء. هنتكلم على مين ولا مين؟ كيليان مبابي اللي جاي يعبي شوال جوان ده، ولا بيلينغهام اللي الإعلام والصحافة الإنجليزية في ظهره، ولا ابن جهته فينيسيوس جونيور، ولا الواد الهربان من الشرطة المدرسية ده إندريك ابن الذين مركب مدفع رمضان في رجله وعمال يشوط قذايف ومش مقدر أي حد؟ تفتكر رودريجو بقى هيتسحب منه البساط أكتر وأكتر في ريال مدريد؟ وهل هو أصلا مظلوم ومش واخد التقدير المناسب؟ ولا يا ترى في تفاصيل تانية محتاجين نبص عليها؟ تعال بقى ندردش شوية كده في حكايته، ويلا بينا نبتدي. مشاهدين اهلا بكم. لما بدات ادعبس كده شويه على النت، وقع تحت ايدي سؤال على موقع ريديت بيقول صاحبه ليه رودريجو لعيب اندر ريتد، وليه في بعض من جمهور ريال مدريد مستعد عادي جدا يضحي بيه. نزلت بصيت بصه كده على الاجابات، ولقيت راجل كباره كده بيقول ان مشكله رودريجو هي انه مستواه مش ثابت، ممكن في يوم يعمل ترقيصه حلوه ويجيب جون مزيكا ويصنع اهداف كمان، بس اليوم اللي بعده ممكن يقلب على فورمه طاهر محمد طاهر عادي جدا. الراجل ما انكرش ان امكانياته فوق النمره واحد، بس قال ان مشكلته الاساسيه هي انعدام الاستمراريه في تقديم اداء قوي. خلصت قرايه الاجابه ورحت اشوف احصائيات رودريجو، واللي لقيته فاجئني لما شفت احصائيات الموسم اللي فات من ليجا. عارف صاحبنا جاب كام جول في اول 12 جوله؟ حيالله هدف وحيد ملوش اهل. لا ده احنا كده نعتذر لطاهر محمد طاهر بقى، يخلصوا من هنا وفي الخمس ماتشات اللي بعدهم عينك ما تشوف الا النور. الواد سجل 6 اهداف وعمل 3 اسيستات، اتلخبطت انت اكيد صح؟ امال هتعمل ايه بقى لما تعرف انه في الست جولات اللي بعدهم كان بيتفرج زيه زينا كده، ما جابش ولا جول ولا عمل ولا اسيست. اما لو بصينا على حصيلته التهديفيه في الليجا، فبنهايه الموسم كان معايا دوب 10 اهداف وخمس اسيستات، وخلينا اصدمك واقول لك انه احتل المركز S16 في ترتيب هدافي الدوري الاسباني، يعني في قبليه 15 لعيب. انا مش هاجي اقول لك بقى تعال نقارنه بفيني ولا بيلينغهام، تعال نقارنه بخوسيلو المهاجم الدكه اللي لعب له بتاع اسبوعين ثلاثه في ريال مدريد. تخيل بقى ان خوسيلو سجل نفس عدد اهداف رودريجو، وحتى لما نبص على نموذج احصائي متقدم سيكا زي الاكسبكتد جولز يعني او الاهداف المتوقعه، هنلاقي ان مجموع الفرص اللي اتيحت ليه في كل المسابقات 17.4، لكنه سجل في الاخر 17 جول بس، وده معناه انه غالبا ضيع فرص محققه في الوقت اللي فينيسيوس وبيلينغهام بسم الله ما شاء الله يعني امسك الخشب يا كاتالوني منك ليه بيسجلوا اكتر من المتوقع بكتير قوي. الاحصائيات دي بتظهر لنا ان رودريجو مش كثيف الانتاج والتهديف ولا شديد الابداع ورجل المواقف الصعبه، ويبدو ان الجدع صاحب الاجابه بتاعت ريديت ده كان عنده حق. صحيح رودريجو ساهم في الفوز بالدوري والشامبيونز ليج وكمان السوبر الاسباني، بس وقع مننا في ماتشات بشكل مفاجئ. فيا ترى ايه سبب عدم الاستمراريه دي؟ ما لقيتش افضل من رد رودريجو نفسه لما لمح لانه بيتم توظيفه في مراكز كتير ومختلفة، وقال ان في كتير من الاوقات بيطلب منه انه يسد النقص. ما عندناش جناح يمين النهارده، دخل رودريجو. ايه ده مفيش مهاجم؟ عندنا رودريجو. فينيسيوس مصاب، خلاص بقى رودريجو يتصرف. حاجة كده شبه يوسف عيد في فيلم الناظر، مدرس رياضيات وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي، وفي نص الفيلم اصلا لقيناه بيدرس تاريخ. والحقيقة ان برضو الاحصائيات بتدعم كلامه. في مسيرته مع ريال مدريد هتلاقيه لعب 118 ماتش كجناح يمين و65 ماتش كمهاجم و31 كجناح شمال، ولعب ماتش واحد بس كصانع العاب. ده طلع يوسف عيد ريال مدريد بجد مش هزار. وحتى لما تيجي تشوف الخرائط الحراريه لهجوم المرينجي علشان تعرف المساحه اللي بيتحرك فيها كل واحد، هتتاكد من المشكله اللي حاول يقول لنا عليها رودريجو. بص معايا كده يا حبيب اخوك، اللي قدامك دلوقتي دي خريطه فينيسيوس، واضح انه واخد الجناح الشمال ده حق انتفاع، فاتح على الرابع ومش معتمد اشارات مرور في كل البطولات. اما دي بقى فخريطه بيلينغهام، هتلاقيه بينتشر في المساحه اللي تساعده على الانطلاق بالكوره وتوزيع التمريرات، خصوصا ان هو بيفضل يلعب قرب فيني. اما بقى صاحبنا فتحسه عامل زي الفرقعلوز، صحيح اكتر الوقت على الجبهه اليمين،
سنين، لكن في اوقات تانية مش قليله في مساحات تانية عمال يفرك عشان يحقق المطلوب منه، والمطلوب ده اصلا بيتغير باستمرار. وعشان كده في تقرير على موقع جول قال ان رودريجو ضحيه مورونتو، لانه لعيب مفيد جدا في الثلث الاخير من الملعب، قادر يقدم حلول للمدرب في اي مركز، لكنه مش متخصص في شيء بعينه، وكمان بيلعب جنب مجموعه مميزه جدا، صعب قوي تخلي انشيلوتي او اي مدرب تاني يجازف بتغيير مراكزهم لصالحه، وده على طول بيخلينا مش مركزين مع اللي هو بيقدمه. ويبدو ان هو كمان ما بقاش مركز. هتسالني عرفت منين كوير؟ اقول لك تعال نشوف تصريحاته. في حوار سنه 2023 قال انه بيحب يلعب تحت كريم بنزيما كمهاجم تاني، لانه بيحس براحه وانسجام في المركز ده. وبعد ما مشي البنز قال في بدايه الموسم اللي فات ان مركز المهاجم ده مش جاي معاه سكه، وان هو مضطر يلعبه في ريال مدريد رغم انه عايز يلعب على الجناح الشمال او اليمين. ودلوقتي بقى عمال يشتكي من الشقلبه المستمره في مركزه، المرونه اللي اصبحت عبء عليه، وساهمت في ان رودريجو يبقى حظه قليل شويه في اللحظات المميزه اللي ممكن تبروز شغله. لو سالتك ايه هي اهم لحظه في كاريره، اكيد هتجاوب وتقول لي ماتشين السيتي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لما عصاب الشوالي صيطوا على الاخر ساعتها، وبقى صاحب لقطه مش هينساها جمهور ريال مدريد. لكن لو سالتك تفتكر ليه اي لحظه تانية كبيره زيها، غالبا دماغك هتعطل ومش هتلاقي اجابه. ويمكن ندره اللحظات المميزه دي كانت السبب وراء ان اسمه مش موجود في قائمه البالون دور، والظاهر ان القصه دي حزت في نفسيته قوي لدرجه انه طلع بتصريح بيقول فيه انه متضايق لانه يستحق يكون موجود. صحيح كل اللاعبين اللي موجودين يستحقوا، لكن هو كمان يستحق يكون موجود ولو حتى في القائمه الاوليه، القائمه اللي ضمت وجود جود وفيني وداني كارفاخال وفالفيردي وروديجر وتوني كروس، كل دول وجت عند ارمط وقفلت. يا جدع ده انتوا كان ناقص تحطوا انشيلوتي. لو سالتني هقول لك انه تصريح ملهوش اي داعي. ليه؟ لانك كده كده بعيد عن المنافسه يا معلم، فلما تخرج بتصريح زي ده عشان تكسب تعاطف الناس وتلفت الانتباه لدورك، الناس مش هتروح تتفرج على كل ماتشات الموسم، ولا هتسال محللين الاداء على مساهمتك في الضغط او الارتداد الدفاعي او الهجومي. الناس دي بقى يا معلم هيروحوا يشوفوا ارقامك اللي يقدروا يفهموها، ولما يلاقوك مسجل عدد اجوال زي خوسيلو مش هيقولوا ان الجندي مجهول، هيقولوا ده انت اللي ظالم نفسك وكمان مش راكز وهادي وكل يوم تطلع تدوشنا بتصريح. ولو سالتني برضه هقول لك انه ضيع فرصه ذهبيه. الفرصه جت لما بنزيما طار على اتحاد جده، وبقى كرسي الرجل الاول في هجوم ريال مدريد فاضي، كان لازم بقى هو ساعتها يقاتل عشان يفوز بيه. لكن في النهايه الصراع انحصر بين فينيسيوس وبيلينغهام، الجناح البرازيلي سرق اللقطات المؤثره خصوصا في الشامبيونز ليج، وبيلينغهام عمل عدد واحد موسم على الرايق رغم انه اللاعب الاصغر والاحدث كمان. كل ده وانا لسه ما جبتش سيري دوناتيلو كيليان مبابي. اهو ده بقى بيفكرني بالواد البلطجي في فيلم الناظر اللي بيقول محدش هيتعلم هنا. الواد ده كان منع يوسف عيد من انه يخش الفصل، وده بقى اللي هيعمله مبابي اول ما يلمح رودريجو في منطقه الجزاء، هيقفلها عليه بالضبه والمفتاح وهيقول لك محدش غيري هيجيب اجوان هنا. وده اللي توقعته الصحافه على فكره، وهو انه هيتم تهميش دور رودريجو اكتر بعد وصول كيليان مبابي. والمشكله دي ظهرت يوم ماتش كاس السوبر الاوروبي لما الكل قعد يشاور على الثلاثي فيني وجود ومبابي وسموهم بي ام في وتجاهلوا صاحبنا تماما، فكانت رد فعله جرأة يا جدعان، ده احنا واكلين شاربين سارقين قاتلين مع بعض، تروحوا انتوا على غلاف الماركه وتسيبونا انا هنا. لما الراجل حس بقله التقدير استنى لحد ما جاب جول في ماتش انتهى بالتعادل، وكتب على قناته الرسميه على واتساب بوست في الخباثه كده، قال فيه ان النتيجه مش كويسه لكن في الدوري كل نقطه بتفرق، وانا مبسوط بصراحه بالجول اللي انا سجلته. وبالمناسبه بقى للناس اللي بتتكلم عن الثلاثي بيلينغهام ومبابي وفيني، لازم بعد كده ما ينسوش حرف الار الخاص برودريجو، الحسبه مش خط هجوم ثلاثي ولكن رباعي هجومي فشر ولاد رزق. بس شويتين بعدها ومسح الرساله وكان مفيش حاجه حصلت. لا صايع يالا، رودريجو عارف انه ما يقدرش يستبدل حد من الثلاثي، وسبق ورحب بقدوم كيليان مبابي لما قال انه عاوز يلعب مع افضل اللاعبين في العالم، وبالتاكيد كيليان مبابي واحد منهم. لكن كمان كان لازم يطلع الشاب المخربش اللي جواه، خصوصا بعد ما قدم اداء كويس سواء في السوبر او الدوري. صحيح اضطر ان هو يمسح البوست، لكن قال لقناه ريال مدريد ان علاقته مع مبابي وبيلي وفيني كويسه، نحن نبلي بلاء حسنا للغايه ونتحسن كل يوم في التدريب وفي تفاعلاتنا اليوميه، ويظهر ارتباطنا على ارض الملعب. واللي بيساعده كمان ان بيلينغهام سندل معاه وكتب ان الحمقى بس هم اللي بينسوا حرف الار. بس في حاجه مهمه جدا احنا ناسيينها يا صاحبي، هو فين دور جدو بيريز في السيرك اللي بيحصل ده؟ خليني اقول لك ان صحيفه سبورت الاسبانيه نقلت عن مصادرها ان ريال مدريد حسوا بخيبه امل من تصرفات رودريجو الاخيره، سواء بعد رسالته اللي اتمسحت او لما رمى كلمتين حلوين في حق مانشستر سيتي وكانه بيغازلهم وبيوصفهم بافضل فريق في العالم. بعض الصحفيين قالوا وقتها ان ايام رودريجو هتكون معدوده رغم انه مش عايز يمشي اصلا، لكن النادي ما عندوش اي مشكله انه يسيب له الباب مفتوح. وفعلا السناره غمزت لما مانشستر سيتي استفسر عنه، بس القنصل قال لهم عايزين الواد ايدكم على 175 مليون توتو على كبوته. فجوارديولا قال له على ايه؟ هو احنا اصلا طايقينه من ساعه الفم حاجه؟ خليهولك بس يا رب ما يتعفرطش علينا في نص النهائي زي كل سنه. خلينا بقى نرجع لبدايات رودريجو اللي المفروض كان يتولد يوم 25 ديسمبر سنه 2000، لكن والده طلب من والدته ان هي يعني تاخر الولاده شويه، والسبب معروف، لو اتولد في ديسمبر هيكون اصغر سنه كامله من اللاعبين اللي في نفس المرحله العمريه بتاعته، ودي كارثه. وفعلا رودريجو اتاخر واتولد يوم 9 يناير 2001. بص ابوه رسم له الخطه من قبل ما يتولد ابن اللعيبه.
لعيبه. رودريجو انضم لاكاديميه سانتوس وهو عنده 10 سنين، ووالده في الاساس كان لعيب كوره وكان نفسه يشوف ابنه زي روبينيو، بس الحمد لله لحد دلوقتي هو مش زيه. اوعى ها. وهو عنده 12 سنه اطلق عليه الاعلام البرازيلي لقب نيمار الجديد، وكان اصغر لاعب يوقع عقد رعايه مع شركه نايكي. رودريجو كان دايما بيتقارن بنيمار، خصوصا انه تدرج في فئات نفس النادي سانتوس اللي عرفنا من خلاله نجوم كبار زي بيلي ونيمار، وكان بيحاول طول الوقت انه يبعد نفسه عن جو المقارنات ده. وهو عنده 16 سنه و300 يوم شارك لاول مره مع الفريق الاول لسانتوس، وبعد اسبوعين سجل اول اهدافه مع الفريق عشان يكون نجم سانتوس الجديد، لكن كجناح ايسر مش ايمن زي ما بيلعب دلوقتي. رودريجو وقع لريال مدريد وهو عنده 17 سنه بقيمه 45 مليون يورو. ولو حابب تعرف طريقه انتقاله للملكي عندك حلقه جواسيس ريال مدريد، روح اتفرج عليها هتتبسط قوي. وبيبدا مشواره مع المرينجي من موسم 2019-2020، وبسبب الاصابات اللي ضربت ايدن هازارد ولوكا يوفيتش ساعتها، استعان بيه زين الدين زيدان في سبتمبر عشان يلعب لاول مره بقميص الفريق الاول ضد اوساسونا في الجوله السادسه من الدوري الاسباني. وبعد 93 ثانيه بس من نزوله كبديل لفينيسيوس جونيور، بيسجل هدف ريال مدريد الثاني في الماتش اللي انتهى بفوز الملك 2-0، كاسرع لاعب بيسجل اول اهدافه في تاريخ ريال مدريد. وفي ثاني ماتش كاساسي في دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد، بيسجل هاتريك ضد جالاتا سراي عشان يبقى اول لاعب من مواليد القرن ال21 يسجل هاتريك في دوري ابطال اوروبا، وثاني اصغر لاعب يروح بالكوره. كمان سجل في اول ظهور ليه في كاس ملك اسبانيا بعد 14 دقيقه، وسجل هدف في اول ظهور ليه في كاس العالم للانديه. بدايته حلوه اهي، امال ايه بس. طبعا ما ينفعش ننسى هدفه ضد تشيلسي اللي رجع ريال مدريد الماتش بعد تمريره سحريه من لوكا مودريتش، وكمان ثنائيته ضد السيتي والتصريح الشهير كنا ميتين. سيد لو الصحفي في ذا جارديان الانجليزيه وصف رودريجو بشاب مهذب ومتواضع، ويمكن ده كان سبب انه خد وقت طويل عشان يبقى اساسي في الفريق. في البدايه رودريجو كان عايز يلعب في المركز 10، وده ما كانش موجود في الفريق اساسا. كمان كان عايز يلعب جناح ايسر، لكن عندك فينيسيوس جونيور لعب في مركز المهاجم في غياب بنزيما، لكنه في النهايه اصبح جناح ايمن، لدرجه ان انشيلوتي وصفه بلاعب انيق يتطور بطريقه مذهله. انشيلوتي اعترف قبل كده انه ساعات بيفضل انه يقعده كبديل عشان يبقى عنده ورقه رابحه يغير بيها مجريات الماتش، مش لانه ما يستحقش اللعب كاساسي، لكن لانه بيشكل ليه خيارات كتير في الملعب، خصوصا انه ساعدهم في الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا 2022 لما كان بديل. وفعلا رودريجو كان في النهائي ضد ليفربول على الدكه، وفكر انشيلوتي بوعده ليه انه هيشركه كمكافاه ليه على اللي قدمه طول البطوله، ونزل فعلا في الدقيقه 93 وكسبوا البطوله في الاخر. يمكن التعدد في المراكز وعدم الاستمراريه زي ما قلنا، وانه مش نجم شباك عشان طيب ومتواضع، سبب في كون رودريجو مش واخد التقدير اللي يستحقه. هم الطيبين دول ما لهمش مكان في الزمان ده ولا ايه؟ طب السنه دي بقى ومع وجود كيليان مبابي ايه اللي هيحصل؟ ريال مدريد لغايه وقت تصوير الحلقه دي وصل ل 10 ماتشات، كسب 7 وتعادل 2 وخسر 1، فاز بلقب السوبر، وده يعني حاجه تسليك زور كده في بدايه الموسم. رودريجو سجل 3 اهداف زيه زي فيني، واللي بيتصدر ترتيب هدافين الفريق هو كيليان مبابي برصيد 7 اهداف في كل البطولات. بعد ماتش ريال مايوركا خرجت صحيفه ماركا وكتبت عنوان لازم تركزوا، وعرضت الخريطه الحراريه للرباعي فينيسيوس وبيلينغهام ومبابي ورودريجو، والاربعه مايلين كده ناحيه الشمال، تحس ان الملعب ايه عامل كده. وواحده من مشاكل ريال مدريد السنه دي ان مش بيسجل في الشوط الاول، ودايما الفريق بيكون افضل هجوميا وبيسجل اكتر في الشوط الثاني، واكيد دي طبعا مش مشكله رودريجو، لكن الفريق كله لسه ما وصلش للشكل الامثل، خصوصا انهم بداوا الفتره التحضيريه بدري قوي عشان السوبر الاوروبي. لكن المميز ان رودريجو بيحاول يتفوق على نفسه، فالسنه دي سجل 3 اهداف من اصل 1.3 هدف متوقع عكس الموسم اللي فات، معدله التهديفي نفس المتوسط بتاع السنه اللي فاتت واحنا في بدايه الموسم. فرودريجو في ايده انه يكون نجم من نجوم الموسم او يكتفي بموسم جيد بالنسبه له. نيجي بقى للسؤال المهم، تفتكر رودريجو ممكن يكون كبش فدا مع نهايه الموسم؟ اقول لك انه ممكن اه وممكن لا، اتقل بس انا مش بصيع عليك. لكن في احتمالين، لو هو استمر في التصريحات الغريبه وما استعادش التركيز ودخل في خناقات كتير مع الصحافه، هقول لك ان هو هنا هيقدم نفسه باعتباره التفاحه البايظه اللي ممكن تفسد اوضه اللبس وتهد استقرار الفرقه، وهنا هيكون هو اللي اختار يكون كبش فدا مع اول عرض يوصل لريال مدريد بقيمه 100 مليون. والصراحه ان في انديه كتير في العالم تتمنى لعيب بالامكانيات دي، تشيلسي مثلا كل اول اسبوع بيجيبوا جناح او صانع العاب جديد، تعالى يا ابني ده احنا عندنا دوب 17 لعيب بس في مركزك. اما بقى لو ركز واستغل الفرص، والاهم من كده انصاف الفرص اللي بتجيله، وعرف يخطف كام جول مؤثرين في ماتشات صعبه ومهمه، هيكون ثبت رجله وبقى جزء اساسي من اللي بيتبني عليهم التشكيله. صحيح هي مهمه مش سهله، خصوصا وانه اقل الرباعي دعمه وجماهيريه وشهره، بس مين عارف، ياما لعيبه كنا شايفينها جنود مجهوله واصبحوا نجوم صف اول. شوف كام واحد زمان كان بيشتم في كريم بنزيما وبعدين حاطه دلوقتي بروفايل بيكتشر. تفتكر ممكن يجي اليوم اللي رودريجو يكون فيه نجم شباك وبيتصدر الصفحات الاولى الجرايد ومواقع الكوره؟ ولو هيوصل لده هيكون مع الريال اكتر نادي في العالم بينجم اللعيبه ولا في حته تانيه؟ اسئله كتير بتلف حوالين الجندي المجهول كبش الفدا المظلوم رودريجو، الوقت بس هو اللي هيجاوبنا عليها. فلحد بقى ما يجي الوقت ده، انزل انت بس اعمل لايك للحلقه واعمل اشتراك في القناه عشان تستمتع بكل حلقاتنا اللي فاتت وتشوف كل حلقاتنا اللي فاتت. سلام.